الانتشار السريع للمتحور دلتا يهدد الدخول المدرسي المقبل. هناك إجماع على أن الوضعية الوبائية بالمغرب جد مقلقة وتنذر بالأسوأ، مع تحذيرات من حدوث انفلات خلال الأيام القادمة في حال استمرار المغاربة في الاستهانة والاستهتار بخطورة فيروس كورونا والتمادي في خرق الإجراءات الاحترازية. وأكد بعض خبراء الصحة أن استمرار ارتفاع عدد الإصابات بكورونا ينذر بانتكاسة وبائية تفرض على المغاربة أخذ المزيد من الحيطة والحذر، لأن الوضع مقلق لكن مسيطر عليه، مضيفين أن ارتفاع عدد الإصابات سيتوصل خلال الأيام القادمة بسبب الانتشار السريع للسلالة الجديدة لكورونا، خاصة المتحور دلتا الذي يستهدف الفئات الشابة. وحذر هؤلاء من خطورة لا تقل خطورة، وهي الدخول المدرسي الذي لا تفصلون عنه سوى أسابيع، والذي قد يساهم أيضا في انتشار واسع للفيروس، مما يتطلب من الجهات المسؤولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة الصارمة لتطويق الوضع الوبائي. وكانت وزارة الصحة قد أكدت في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي حول الحصيلة الجديدة للإصابة بالفيروس تسجيل أرقام مهولة لم يسجلها المغرب أبداً.